أهلا بكم ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في الفترة الأخيرة ربما خلال الشهر الماضي وهذا الشهر يجري الحديث الآن في العراق، أو يعني أهل العراق يتحدثون في قضية ما يسمى بالحوار استراتيجي بين أمريكا والعراق الذي سيجرى في هذا الشهر. مثل ما تعرفون في السابع من شهر نيسان أبريل الماضي دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى حوار سماه حوار استراتيجي، إلى ما يعرف بحوار استراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق. الغاية منه كما قال هو للبحث في مستقبل العلاقة بين البلدين. وتم تحديد فيما بعد شهر حزيران الحالي موعد لهذا الحوار. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية قالت بأنه يعني قدمت قائمة بأسماء الوفد المفاوض، والعراق أيضا ربما حضر بعض الأسماء لهذا الموضوع. لكن بداية لابد من القول أنه لا شيء اسمه حوارا استراتيجيا بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق. لا يمكن أن يقام حوار بين دولتين غير متكافئتين، هذا في علم السياسة وفي علم في واقع الحال. العراق بلد مملوء بالكوارث، بلد محتل، أمريكا دولة عظمى هي المسيطرة على العراق، هي قادرة على أن تتحكم بالعراق، قادرة أن تفرض عقوباتها على العراق، قادرة أن تغير كثير من الأمور في العراق، قادرة أن تعين وتزيح وتجلس حتى المسؤولين. هذه كل الأمور، فالعراق تابع وأجير وليس بلدا مستقلا يملك إرادته، يملك استقلاله، بلد تابع لقوتين أساسيتين هي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ومن عام 2003 لحد الآن هو بلد من كارثة إلى كارثة، والوضع يسوء يوما بعد يوم وصولا إلى بعد 17 سنة. المهم هذا الحوار ما سمته الولايات المتحدة بالحوار استراتيجي يأتي في ظل إشارات واضحة من الولايات المتحدة في أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة في مفترق طرق، بسبب أنه يعني مثل ما تقول أمريكا بأن مصالحها في العراق وفي المنطقة مهددة بسبب الوضع القائم في العراق. الوضع القائم في العراق غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة، بدأت تعبر عن أنه غير مريح بسبب التغول الإيراني، بسبب السيطرة الإيرانية على كل مفاصل الدولة في العراق، على كل مفاصل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية وبكل الاتجاهات. ولابد من وقفة، لابد من مراجعة، لابد من إعادة جرد الحساب لتصحيح المسار. هكذا ترى أمريكا. وطبعا مثل ما قلنا أنه هذا ليس حوار استراتيجي، هناك إملاءات. الولايات المتحدة ستملي على العراق ما ستريده من شروط، وعلى العراق أما أن يقول سننفذ أو لا ننفذ. إن لم ينفذ فمثل ما قال ترامب هناك إجراءات أخرى، هي فرض عقوبات، فرض حصار، فرض يعني استقطاع أموال، كثير من الأمور التي قد تؤدي إلى كارثة أكبر من الكارثة التي يعيشها العراق الآن. مصالح أمريكا مثل ما يتحدث مهددة، ومصالحها كانت تسعى إلى أن تجعلها غير مهددة ومستقرة باستقرار العراق، هكذا كانت تريد، هكذا كانت تقول. لكن واقع الحال، واقع ما فعلته من سياسات في العراق، واقع التدمير الذي فعلته في العراق من عام 2003 لحد الآن لم يكن سيؤدي إلى هذه النتيجة الحقيقة. هي من أدخلت إيران تحت هذه المظلة، وهي من تعاونت مع إيران لاحتلال العراق. هذا ما كنا نسميه، وكان الكثير يسميه التخادم الأمريكي الإيراني في العراق. الحقيقة تخادموا في العراق طوال هذه السنة، وكان رئيس الوزراء العراقي يعني حكومات المتتالية منذ عام 2003 لحد الآن لا يعين إلا بالتوافق الأمريكي الإيراني، وهناك حصص. الآن أمريكا بدأت تشعر أنه إيران يعني بدأت تزحف باتجاه المساحة التي من المفروض أن تكون لأمريكا داخل العراق، وبدأت تؤثر، تتغول، وبدأت تؤثر حتى على المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة. لأمريكا مصالح كبيرة في المنطقة، أمريكا تريد من العراق أن يكون مستقرا، نعم تريده ضعيفا، وهذا ما تتفق به مع إيران. تلتقي الأهداف الإيرانية والأمريكية عند نقطة
أن يكون العراق ضعيفا، فكلما كان العراق ضعيفا تمددت إيران على حسابه، وهذا ما نشهده طوال هذه السنوات من عام 2003 لحد الآن. تغولت إيران وإيران ظهرت إلى المنطقة كغول كبير بعد أن ضعف العراق، بعد أن فقد قدراته على المطاولة والوقوف بوجه إيران. يعني وطوال التاريخ كانت إيران والعراق قد دخلوا في مواجهات كثيرة عسكرية، آخر في عام 1980 لغاية 1988 الحرب العراقية الإيرانية. وهكذا إيران لديها ربما ثارات، لديها مطامع كبيرة في العراق وتريد أن تمررها. العراق الآن يشكل بالنسبة لإيران سوق لتصريف بضاعتها، لتصريف سياساتها، وممرا باتجاه تمرير سياساتها، باتجاه تمرير مشروعها باتجاه سوريا ولبنان واليمن وغيرها ومنطقة الشرق الأوسط عموما. فالعراق منصة كبيرة بالنسبة لها، وأمريكا ترى أن العراق هو البلد المهم في هذه المنطقة. إذا ما تركته، إذا ما تخلت عنه، ستأتي الصين وستأتي روسيا للسيطرة عليه في منطقة استراتيجية، وبالتعاون مع إيران ربما ستحدث تغييرات في الخارطة الدولية السياسية للسيطرة على العالم، وهذا سيؤثر على حلفاء أمريكا وخاصة في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. هذا كله يجعل أمريكا تريد أن تعيد ضبط الأمور بما ينسجم مع مصالحها. إذا ما ضبطت الأمور، إذا ما وافقت إيران على ضبط هذه الأمور، ستمضي الحياة مثل ما كانت سابقا وليس هناك من مشاكل. إن لم تضبط فهناك توقعات لمواجهات أخرى. عموما هذه الحلقة ربما لا تكفي، سنتحدث في حلقة أخرى عن نفس الموضوع لأنه موضوع مهم، ولا بد من القول في نهاية هذه الحلقة مرة أخرى أن من يتحدثون أو من يروجون بأن هناك حوارا استراتيجيا بين الولايات المتحدة وإيران هم مجموعة من المضللين. ليس هناك حوارا استراتيجيا، الحوار الاستراتيجي الحوار يجري بين قوى متكافئة. العراق والولايات المتحدة قوى غير متكافئة، العراق ذليل وتابع وأجير، ولا يمكن أن يكون قوة مالكة لإرادته لا في الأرض ولا في الجو ولا في كل شيء. حدوده واستقلاله وسيادته منتهكة، غير قادر، لديه كوارث كثيرة، غير قادر أن يكون ندا ويفرض شروطه. من يفرض شروطه، من يناقش، من يرفض ويقبل، هو القوي، هو القادر على المواجهة. العراق غير قادر على المواجهة، لذلك هو ليس حوارا استراتيجيا بقدر ما هو فرصة لإملاءات جديدة، لتصورات جديدة، لمرحلة جديدة. أترككم بخير وألتقيكم بحلقة قادمة لنكمل هذا الحديث. السلام عليكم.